يا بقى وليد، برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الخميس 12 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، هتتعلم ازاي تدير كل اولوياتك بشكل افضل من اللي انت فيه دلوقتي في الفترة دي بالظبط. ما تخليش كل الحاجات اللي مش مهمة مع الامور اللي ممكن تبقى مش بتتحمل اي نوع من انواع التأخير. لازم تقسم مهماتك بشكل كويس يا سرطان، بحيث انك تخلي الاولوية للحاجات اللي مش بتتأجل وما ينفعش تستهان بيها. وبعد كده ممكن تسيب اخر حاجة التفاصيل اللي مش مهمة كتير او مش مفروض ننجزها بشكل فوري. هنتجرأ النهاردة وهننجز اعمال حلوة جدا. لو عملنا كده هنبتدي نفخر اكتر بنفسنا ونكون محط انظار لكل اللي حوالينا بسبب التألق اللي عندنا. حتى الاشخاص المسؤولين عننا هيبقوا مبسوطين جدا مننا. بس بنصحك انك تبقى حذر اكتر من العلاقات الغرامية اللي ممكن تبقى ليها علاقة في الشغل النهاردة، ممكن تبقى مش في صالحك بشكل كبير يا سرطان. في هتشوف النهاردة حاجات كتيرة باللون الوردي، فعشان كده بحذرك انك ما تقعش فريسة للاشخاص اللي بيوقعوك في الشغل. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا سرطان، في شوية مشاحنات هتحصل لو كنت مرتبط بسبب طباع العلاقة اللي ما بينكم اللي بتبقى متقلبة النهاردة انت وشريكك. بس ما تخافش، هتتسارع انت عشان تهتم بحبيبك اكتر، عشان تتحاشى اي نوع من انواع الخلاف وتندم عليه بعد كده. فهتمشي بشكل كويس معاه وهتبعد من كل انواع الاذى حتى لو كانت معنوية. بالنسبة لك مهنيا، عندك اجتماعات كتير تعتبر مكثفة في الفترة دي وبتضغط عليك بشكل كبير. هتدور دايما عن مديرك وعن زملائك في الشغل وتلاقي من خلاله سبيل تطور نفسك فيه اكتر وتتبع اساليب كتير تعتبر جديدة ليك في حياتك في الفترة دي. بالنسبة لك صحيح النهاردة، الطقس يعتبر حلو جدا، هيشجعك عشان تطلع من البيت بشكل سلس جدا جدا وتتوجه لأحضان الطبيعة. هيبقى مناسب جدا عشان تقضي شوية وقت في أحضان الطبيعة ليك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، عندك محطات وتحولات كتيرة. المريخ اللي بيعتبر مباشر في اليوم ده من أكتر من شهرين هيبتدي بحركة تراجعية، هيتراجع في يوم 30 أكتوبر لبرج الحمل. بعد ظهر اليوم ده هيكون الكوكب يعتبر تيري أكتر، ثابت أكتر، هيبتدي بالحركة بشكل مباشر. هتبقى طاقة المريخ تقيلة جدا في الهواء في اليوم ده وفي اليومين اللي جايين لغاية ما يتغير المريخ اتجاهه ببطء النهاردة لكن بثبات خلال الأسابيع الجاية. من المحتمل إننا نبقى بنستعيد مرة تانية حماستنا ومشاريعنا اللي توقفنا عنها. هنتقدم أكتر وهنبتدي نبني شعورنا أكتر بكتير من الثقة والاحترام اللي بيبقى عندنا. هنبتدي نغير آرائنا بشأن كل القرارات اللي بتبقى في مشاريعنا اللي بتعتبر ليها أولويات أكتر وضوح في الفترة دي. من ناحيتنا المثالية هنتعلم أكتر ونزود رغباتنا أكتر ونعلي مستويات التحفيز عندنا. وبكده لغاية ما يدخل القمر لبرج الميزان اللي هيخلينا نتعلم أكتر ونقدر أكتر خيراتنا وقراراتنا أكتر في الفترة دي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. ربك بربيكم وبدعمكم ليا.